هلا أميت غلامي، أهلا وسهلا حبايبي فيكم، نورتونا. اليوم رح نعمل وصفة مذهلة للحمامات. هاي الوصفة لحتى تخلي الحمامات ريحتها معطرة كل الوقت. رح نحط معجون أسنان على الصابون ورح تنزهلي من النتيجة. هذا سر بيستخدمه كل أصحاب الفنادق وما بدهم إياكي أكيد تعرفي. وبعد تجربتك لهذا الخليط ما رح تواجهي أي مشكلة ببيتك ابدا، دائما رح تكون ريحه حمامك نظيفه ورح تستقبل ضيوفك بكل صدر رحب بكل وقت، وهو تكاليفه من المطبخ شيء بسيط من بيتك طبعا. وهذا سر للفنادق مشهوره كثير دائما انه حماماتهم بتكون بيرفكت ريحتها، والشيء بياخذ لعب. بس سر بهذا الوصفه بالمعجون الاسنان والصابون. جيبي صابونه من بيتك، اي صابونة انت متوفرة عندك، والافضل تكون هالصابونة ريحتها حلوة. انت اي ريحة بتفضليها جيبيها. انا جبت هاي الصابونة، لح ابرش بالمبرشة بمقدار معلقتين كبار بهذا الشكل. اي مبرشة عندك بالبيت استخدميها وبرش الصابونة يلي انت بتفضليها. شوفي كيف بمقدار معلقتين. هيا عملنا معلقتين، فيكي تعملي كل قالب الصابون وتضاعفي الكميات انت حسب ما بتحبي. رح اعمل لك انا على عينه صغيره، اذا بتحبي تجربيها وتشوفيها ناسبتك بنكبر العينه. هلا بجيبي معجون اسنان وحطي بمقدار معلقه كبيره من معجون اسنان اللي انت بتستخدمي، اي نوع عندك متوفر، ما ضروري نوع معين، انت النوع اللي بتحبيه ومتوفر عندك بتضيفيه. هاي حطينا. هلا بقى بتجيبي بعد ما ضفتي معجون اسنان بمقدار معلقه كبيره، ضيفي نص معلقه من بيكربونات الصوديوم، والكل بيعرفها بيكربونات الصوديوم بنستخدمها للطهي. اذا بدنا وقت بنعمل الحمص والفول وهي البقوليات بنستخدم بيكربونات الصوديوم، هي متوفرة. شو بتعمل لنا هي البيكربونات؟ بتعمل على القضاء على الريحة الكريهة، تقضي لك عليها وبتعزز ريحة الصابون ومعجون الأسنان، وبتقتل كل البكتيريا اللي رح تتواجد عندك بهالمرحاض، ما بتخلي لك أي بكتيريا، يعني تعقيم غير شكل. حاولوا تخلطوا هالخليط، شوفوا كيف بهذا الشكل، الصابون والمعجون الأسنان والبيكربونات بدهم يصيروا معك مثل العجينة. شوفوا كيف، والأفضل هلا أنا أعمل بإيدي، بدي ساويهم عجينة ويختلطوا المكونات مظبوط ببعض. شفتوا كيف؟ هذا هو شكل النهائي. بعد ما خلطتيها بهذا الشكل جيبي هيك واعملي على شكل كرات، كرات صغيرة بهذا الشكل. شوفوا كيف بهذا الشكل شكلي الكرات. شوفي هيك، هي شكلنا الكرات عنا، هي العينة الصغيرة، صغر الكرات ما في داعي يكونوا كبار. وبعد ما تشكلوا معك بهذا الكرات محتاجين نحنا نجيب ورق القصدير لنغلفهم. وهي بعد ما شكلتي الكرات، هلا جيبي مثل ما قلت لك ورق الالومنيوم بهذا الشكل، ورح نحط كل كره بقلب هالورقه بهذا الشكل ونغلفها مظبوط. غلفيها بكل جوانبها بهذا الشكل، وبعدين تفتليها هيك. شوفي كيف، هي تشكلت عندك اول كره. تعملي نفس الوضع الكرة الثانية، بتغلفيها بهذا الشكل، وبتعملي باقي الكرات بنفس الطريقة. وهيك تشكل معنا ثلاث كرات، عملنا ورق الالمنيوم عليهم. هذا الشيء ما رح يوفر بس مصرياتك، بنفس الوقت هو حيله، مو حيله جد مذهله، وهي الحيله رح تغير حياتك اليوميه. وبعدين جيبي شوكه، هي الشوكه، واعملي ثقوب
لحتى تطلع الريحة. هاي الثقوب رح تسمح للريحة الحلوة تطلع. بهي الحيلة البسيطة اللي تكاليفها بلاش رح تخلي حمامك ريحته دائما معطرة، وما رح تهكلي هم يجي لعندك ضيوف وانت تقومي تعطري وتشتغلي، لا دائما رح يكون حمامك ريحته معطرة. مجرد انا عملت هي الثقوب طلعت معي ريحة بتاخد العقل، ريحة الصابون والمعجون. ومثل ما قلت لكم انتوا تحايلوا اعملوا الصابونة تكون ريحتها مفضلة لكم، انا الصابونة اللي جايبتها ريحتها بتاخد العقل، طلعت معي مع معجون اسنان ريحة غير شكل. هلأ بقى شو رح تعملي؟ هي الحيلة اللي ما بتكلفنا شي، تراب الفلوس، رح تخلي حمامك دائما ريحته حلوة ومعطرة. كل ما استخدمت السيفون رفعتي رح تطلع ريحة معطرة. رح نحطهم هدول الكرات بقلب صندوق السيفون، رح نحط كرة صغيرة كل يوم كرة ونسكر هالصندوق، كل ما رفعنا السيفون رح تطلع معنا ريحة الصابون وريحة معجون الأسنان. وبنفس الوقت نحن قتلنا البكتيريا اللي بداخل المرحاض باستخدامنا هاي الحيلة اللي حطينا فيها بيكربونات الصوديوم، خلت تقتلنا كل شيء بكتيريا. مثل ما شفتي رح نحطها بهالمرحاض، كل الفنادق بتستخدم هاي الحيلة. رح تلاحظي النتيجة بعد 15 دقيقة من حط الكرة، لما حطيت الكرة بقلب الصندوق 15 دقيقة رح تشوفي الريحة الفواحة يلي رح تشوفيها بحمامك. مثل ما قلت لك الفنادق كلياتها بتستخدم هاي الحيلة، بس أكيد هن رح يخبوها علينا. وأنا جبت لكم السر. إذا عجبكم هذا الفيديو وانبسطتوا فيه لا تنسوا من الاشتراك والمتابعة لحتى يصل لكل الأصدقاء ويستفادوا من هاي الحيلة يلي نتائجها مبهرة، ولح تخلي دائما بيتك معطر وريحته فواحة وما لح تهكلي اي ضيف يجي لعندك. هذا هو سر الفنادق المشهورة بالريحة المعطرة لحماماتهم. حماماتهم اذا دخلنا على فنادق السبع نجوم وهيك دائما حماماتهم تاخد العقل الريحة وهي غير مكلفة. هاي هي الريحة مثل ما لكم شايفين.